بدأت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في نادي الزمالك، تقترب عملية الانتهاء من التصويت دلوقتي، احنا فاضل تقريبا اقل من ساعتين. طبعا الصورة اللي واضحة قدامنا زي ما حضراتكم عارفين من البداية ان في اقبال. النتيجة كانت ان رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلب من مديرية الشباب والرياضة الجديدة اللي هي المشرفة على الانتخابات احضار المزيد من الصناديق والاستمارات من اجل اشتعاب الاعداد الكثيرة التي جاءت. وكما علمتم ان الانتخابات اكتمل نصابها القانوني منذ 4 ساعات، لانه اللائحة بتقول 10% من عدد الحضور، من اللي احنا 90,000 احنا عدينا 10,000 وزيادة، دلوقتي احنا في حدود 20, 21, 22,000 صوتوا بالفعل، ونتوقع اننا نوصل مع نهاية الليل الى 30,000 تقريبا. الواضح قدامنا هنا ان اقبال غير عادي من الاعضاء الجدد اللي انضموا للنادي خلال الثلاث اربع سنوات الاخيرة. كان في خلاف على دخولهم بسبب القيمة المضافة، في عدد كبير ما كانش دفع، في ناس دفعت وفي ناس تم السماح لها بدخول الانتخابات. الجدد طبعا بيميلوا للمستشار مرتضى منصور باعتباره هو من تولى انضمهم الى النادي.